الروح الكبيرة ديال المنطقة هي إشكالية ديال الماء. المحطة اللي تعملات في الشوكة تيتباها مزيان، حلات واحد عدد المشاكل الهندية والمنطقة فيها حياة، ما كافياش هذيك المحطة خاصها دير يعني زيادة في الكاباسيتي ديالها في أقارب وقت، لأن الطلبة تاع الماء، الطلبة تاع الماء ديال الشغل، الطلبة تاع الماء ديال الفلاحة في المنطقة ما أكبر وأكبر. السي مزيان تكلم على الناحية ديال تيزنيت، تيزنيت خصها محطة ديالها وخصها تعمل في أقرب وقت ودراسات هذا ماشي فقط للماء لصالح الشغل ولكن كذلك للفلاحة، حيث كاين آلاف الهكتارات اللي يمكن تستعملو تولي منطقة فلاحية اللي هي جد مهمة. وهادشي غادي نوقفو عليه، غادي نوقفو عليه وغادي نشجعو القطاع الخاص باش يستثمر الاستثمار في هادشي وتكون إمكانيات لأن الدولة اللي كنقولو أنا جاي الحكومة كاين أولويات وكاين السوسيال وكاين هذا، خاصنا نخرجو لاماج دومينو ونعطيو القطاع الخاص باش هو اللي يشتغل في المستقبل إن شاء الله. وكنشوف انا الصباح صورت لي واحد الفيديو على المشروع كنعرفو بانه من ناحية ديال المنتخب والتنزيل والمحروم، لكن ما كاينش الماء، ما كاينش ياك. اذا وهذه سنين بين الجهة بين الوينو بين الفون ديفلوبمون مشتغلين يعني باش يجيبوا الماء، والان هاد الايام وصل الماء لاكوين ديال تفرات المناطق اللي حداها، غادي يمشي لانزيل وغادي يمشي لمناطق اخرى. هذا راه ماشي مشروع ساهل، راه جبدوا الماء 32 كيلومتر باش جبدوه افيك دي ستاسيون دو غيو غادي كومباش باش يمكن يوصل الماء من تسريط يعني توضعوه في المناطق الجبليه هذا باش يحلوا المشاكل باش الناس تبقى في الاماكن ديالها ويمكن يتحلوا ويني يعني تقال احنا هنا في كثير شوية من اللوز والزكاف خصنا نحلو بين نلقاو الماء. ف إلى نتمنى على الله يعني الأمطار والخير على